اليوم راح أحكي لكم عن واحدة من أكبر السرقات بتاريخ أوروبا، إذا ما كانت الأكبر بالتاريخ الحديث كله. والغريب أنه غالباً الحرامي معروف بس قوي كثير، وحتى أجهزة استخبارات أكبر الدول بأوروبا خايفين إنهم يواجهوه. الموضوع بلش كالآتي: ستوكهولم عاصمة السويد سنة 2010، الناس مصدومين ومرعوبين، عدد كبير من السيارات بالشوارع فجأة ولعت فيها النار وما حدا كان عارف شو السبب. الشرطة وسيارات الإطفاء وصلوا، بس كمان ما بين معهم ليش أو كيف انحرقت هاي السيارات كلها بنفس الوقت. بعيد عن العاصمة كم كيلومتر وعلى حافة المدينة، مجموعة ملثمين اقتحموا المقر الخاص للعائلة المالكة السويدية. كان هدفهم الجناح الملكي والموجود بالجزء الجنوبي من المقر، واللي كان فيه عدد كبير من الأعمال الفنية والتاريخية. أول ما وصلوا بلشوا شغل، اخترقوا الحواجز الأمنية وأخذوا اللي بدهم إياه وطلعوا. طبعا أجهزة الإنذار اشتغلت ونبهت الشرطة، بس الحرامية ضلهم هادين لأنهم عارفين إنه الشرطة السويدية مشغولة بقصة حريق السيارات واللي طلعت مفتعلة منهم عشان يشتتوا انتباههم. ووقتها قدروا يفوتوا وياخذوا اللي بدهم إياه، والشرطة وقعت بالفخ. لما وصلت الشرطة على الجناح الملكي ما لقوا حدا، وكانوا الحرامية ماخذين اللي بدهم إياه وهاربين. الموضوع أخذ بالضبط 6 دقائق من وقت ما الحرامية دخلوا وسرقوا وطلعوا. الأشياء اللي انسرقت كانت عبارة عن منحوتات وكاسات وصحون وأبريق شاي، بس كلها لا تقدر بثمن، لدرجة إنهم اعتبروا هاي المفقودات مش بس خسارة اقتصادية ضخمة بس كمان خسارة ثقافية كبيرة. الشرطة اكتشفوا بعدين إنه الحرامية هربوا على دراجات ووصلوا على بحيرة قريبة، وكان يستناهم قارب أبيض سريع، طلعوا فيه واختفوا. أجهزة الأمن بالدولة ضلهم هادين لأنهم بيعرفوا إنه الأشياء اللي انسرقت صعب إنها تنباع ورح تنعرف إنها مسروقة بسهولة، فقالوا رح نقدر نجيب الحرامية ببساطة. بس ما كانوا عارفين إنهم مش حرامية عاديين، وإنه هاي السرقة كانت البداية فقط. الكل جهز له كاسة شاي ويقعد يركز. للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. موضوع اليوم مش بس عن قيمة الأشياء اللي انسرقت ولا كيف انسرقت، موضوع اليوم عن مين الحرامي واللي مش قادر حدا يواجهه. بعد موضوع السويد ب5 شهور في بيرغن النرويج، رجال مقنعين نزلوا من السقف الزجاجي لمتحف كوت وسرقوا مزهريات وأختام إمبراطورية. ب2012 في دورهام إنجلترا، حرامية دخلوا على متحف جامعة دورهام سرقوا منحوتات وصحون خزفية غالية جدا. وبنفس الشهر تعرض متحف جامعة كامبريدج للسرقة. السرقات ظلت تتكرر لغاية 2015 لو وصلت العاصمة الفرنسية باريس. حرامية دخلوا على قصر فونتنبلو وهو المقر السابق للملوك الفرنسيين. القصر فيه أكثر من 1500 غرفة مليانين كنوز. الحرامية دخلوا وسرقوا قطع معينة نادرة جدا. الآن بما أنه كل هاي القصص صارت بأوروبا، كلكم عم تسألوا شو دخل الصين بالموضوع وليش هيك عنوان الفيديو. طولوا بالكم، جايكم بالحكي رح تسمعوا إشي يخف عقلكم منه. تبين أنه عمليات السطو اللي صارت بأوروبا كلها صارت بنفس الطريقة، السيارات فجأة تنحرق وكانت فخ للشرطة، وبعدها السرقة تصير بطريقة احترافية ودقيقة جدا. وكل هاي العمليات كانت طريقة الهروب فيها متشابهة. ولكن الأهم من هذا الحكي كله إنه المنحوتات والأثار اللي انسرقت من كل هاي الأماكن كلها متشابهة بالنوع. السطو الأول بالسويد كان بالجناح الملكي الصيني، وال56 تحفة اللي انسرقوا من متحف كود بالنرويج كمان كانوا من المجموعة الصينية. والحرامية اللي دخلوا على متحف جامعة دورهام بإنجلترا سرقتهم كلها كانت من المتحف الشرقي بالجامعة لآثار صينية. وحتى السرقة بقصر فونتنبلو بفرنسا، تركوا كل إشي هناك وراحوا لمتحف اسمه المتحف الصيني الكبير وسرقوه. كل السرقات عيون الحرامية كانت على الفنون والمنحوتات والأثار الصينية فقط، زي كأنه معهم قائمة بالأشياء اللي بدهم يسرقوها ودارسينها منيح. كانوا عارفين بالضبط شو بدهم ووين كل قطعة موجودة. كانوا يمروا عن أشياء غالية جدا وكانوا بيقدروا يسرقوها، بس كانوا يتركوها لأنها ما كانت من ضمن القائمة اللي بدهم إياها. زي ما قلت لكم بالقصر الفرنسي كان تحت إيدهم آلاف القطع الأثرية، مروا عنها كلها وما سرقوا إلا الأشياء اللي إلها علاقة بالصين. هون الشرطة الدولية اللي هم الانتربول اتدخلوا، لأنه كان واضح إنه الجرائم دولية. ولكن مع كل التحقيقات والجهود الكبيرة اللي عملوها ما حتى قدروا إنهم يوقفوا موجة عمليات السطو، وظلت السرقات مستمرة. الآن خلينا ندخل على المفيد. مخابرات واستخبارات الدول اللي انسرقت كان واضح إلهم ومتأكدين إنه الحرامية مش عاديين، وإنهم بنفذوا تعليمات واضحة من عقل مدبر، عقل موجود خارج أوروبا كلها. بس مين هذا العقل المدبر أو العقول المدبرة؟ وليش عم يسرقوا تحف وآثار مستحيل يقدروا يبيعوها بشكل قانوني أو حتى إنهم يعرضوها بشكل علني؟ وهذا اللي صار فعلا، لأنه أغلبية الأشياء اللي انسرقت ما حدا رجع لمحها بأي مكان ثاني، وهذا دليل على إنه الأشياء اللي انسرقت صارت جزء من مجموعة خاصة لشخص واحد أو منظمة سرية
أو مخبينهم بمكان معين. مرت الأيام وموضوع السرقات انطفى، والإنتربول والاستخبارات ما قدروا يعملوا ولا إشي، لأنه من التحريات اللي عملوها وضحت معهم الأمور شوي شوي. بيّن معهم علامات وإشارات لتورط أشخاص من النخبة بالعالم بهاي السرقات. وعشان نقدر نفهم الموضوع صح ونعرف ليش هم تقريبا عارفين مين الحرامي ومش قادرين يعملوا له إشي، خلينا نرجع لورا شوي. قبل 160 سنة وبنهاية حرب الأفيون الثانية، وتحديدا في منطقة بكين الصينية، جنود بريطانيين وفرنسيين دخلوا على قصر اسمه The Old Summer Palace، يعني القصر الصيفي القديم. هذا القصر كان المقر الإمبراطوري الأساسي لعائلة تشينغ. الجنود دخلوا على القصر ينتقموا لأصحابهم اللي كانوا يتعذبوا وانقتلوا هناك. لما دخلوا ما قصروا، خربوا القصر بالكامل واللي كان واحد من العجائب المعمارية بالعالم، ونهبوا أعداد كبيرة من الكنوز الصينية الفنية والتاريخية، منحوتات ومزهريات ومجوهرات وكؤوس وأطباق وحتى أنواع نادرة من الكلاب، أنواع ما كانت موجودة بالعالم كله وقتها إلا بالصين. وبعد ما أخذوا كل إشي بالقصر حرقوه. الآن معظم الأشياء اللي انسرقت وصلت لمناطق مختلفة بأوروبا وصارت جزء من مقتنيات هواة جمع التحف والعوائل المالكة. فيكتوريا ملكة بريطانيا وصلها هدية أول كلب أليف من نوع بكين، واللي كان أول مرة حدا بيشوفه بأوروبا كلها. وشوي شوي وصلت هاي التحف والمنحوتات الصينية لمتاحف مختلفة بأوروبا، واللي كان من ضمنها الجناح الملكي الصيني بالسويد ومتحف كود بالنرويج وقصر فونتون بلو في باريس. الصين تعتبر أكثر بلد عانت من فقدان التراث والمنحوتات والتحف القديمة، بس بالفترة الأخيرة صار في دعم وطني والحكومة الصينية حطت جهد كبير لاسترجاع كل اللي انسرق خلال حرب الأفيون، وخصوصا الأشياء اللي انسرقت من القصر الصيفي القديم. بس كيف يعني حطت جهود كبيرة؟ خلينا نقول إنه في جماعة معينة بالصين قرروا إنهم يتبنوا هذا الموضوع ويرجعوا القطع الصينية اللي انسرقت قطعة قطعة، بغض النظر عن الطريقة أو التكلفة. بس كمان لو بدنا نفكر بالمنطق، مين هذول الجماعة اللي عندهم القوة والمصادر والإخلاص ليعملوا هيك مهمة؟ أنا راح أحكي لكم اللي قرأته وانتوا قرروا، أنا ماليش دخل. بال2016 الصين تصدرت عناوين الصحف العالمية لما أعلنت إنها راح تدعم رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا، وإنه راح يصير عندهم ناس مليارديرية أكثر من الموجودين بأمريكا. ونتيجة هذا الدعم بيّنت مباشرة، الإحصائيات بتقول إنه الصين وصلت لمرحلة إنه عندهم ملياردير جديد كل يومين. وطبعاً هاي الفئة الجديدة من النخبة بالمجتمع واللي صار معهم مليارات، فإنهم يشتروا القطع الأثرية النادرة مقابل مبالغ خيالية، صار ببساطة ترند. هاي فرصة مش بس مشان يورجوا العالم كله إنه معهم مبالغ طائلة وثروات ما بتاكلها النار، بس كمان مشان يورجوا العالم كله وطنيتهم وحبهم لبلدهم، وإنهم لما يصرفوا الفلوس عم بصرفوها على إشي مهم لتاريخ بلدهم. كل الفن والآثار اللي انسرقت من الصين أصحاب المليارات بدهم يرجعوه مشان يفتخروا بهذا الإشي. بال2010 بدار للمزادات العلنية بضواحي لندن، مزهرية صينية من القصر الصيفي القديم انعرضت للبيع، وبلش المزاد بمبلغ مش منطقي، 800,000 دولار، والجنون إنها انباعت بعد نص ساعة ب 69,500,000 دولار، وهذا الرقم كان 50 ضعف قيمتها الحقيقية. وطبعا اللي اشتراها واحد مجهول الهوية من الصين. الموضوع ما وقف على هيك، كمان كان في زبدية بورسلان صغيرة انباعت ب 36,000,000 دولار، وسجادة حرير صغيرة ب 45,000,000 دولار. بس موضوع انهم يشتروا قطع بلادهم الأثرية اللي بتنعرض بالمزادات ما بيكفي. معظم الأشياء الأثرية الثانية أصلاً ما بتنعرض بمزادات علنية، وبتضلها موجودة بمتاحف أو عند ناس كمجموعة خاصة إلهم. فشو ممكن يعملوا إذا كل الطرق القانونية ليرجعوا القطع الأثرية المسروقة خلصت؟ وهون حطنا الجمال زي ما بيقولوها. في تقارير بتحكي إنه الناس اللي معهم مليارات بالصين عم يدفعوا لحرامية متخصصين بهاي الأمور مشان يرجعوا كل القطع اللي انسرقت من بلادهم، وبعد ما يرجعوهم ما عم يعرضوهم بالمتاحف أو بشكل علني، ومخبينهم بمخازن مخصصة بعيدة عن عيون الكل. وحتى لو حاطينها بمتاحف وبعرضوها بشكل علني، الموضوع بالصين ما بيعمل لهم مشاكل، لأنه قوانين السرقة وحقوق الملكية الفكرية هناك تختلف عن باقي العالم. يعني حتى لو بيبيعوها أو بعرضوها داخل الصين ما رح يصير عليهم مشاكل. ولو بدكم تحسبوها من ناحية ثانية، هاي المسروقات بالأصل كانت إلهم، فلا تعتبر جريمة حقيقية إنك ترجعهم للصين. بالعكس، يمكن الدولة كمان تكافئك إنك حررت مقتنيات ثمينة من الغرب ورجعتها لمكانها الأصلي. مع إنه هذا التحليل منطقي وغالبا هو حقيقي، بس المليارديرية مش هم المتهم الوحيد بسرقة هاي الأثار. بالسنوات الأخيرة صار في حكي كثير وكبير إنه في قوة أكبر وأعظم من الناس اللي معهم مليارات بالصين، بالضبط الحكومة الصينية. يعني الدولة هي اللي عم تطلب سرقة الأثار من المتاحف الأوروبية
وهم المشتري الحقيقي. ومن الآخر بعد كل هاي الشائعات والجدل الكبير، الحزب الشيوعي الصيني حكوها بشكل علني وقدام العالم كله، وقالوا نريد عودة آثارنا، وكان واضح أنه آخر شيء مهتمين له هو الطريقة اللي راح يرجعوا فيها هاي الآثار. كان واضح أنهم ما أظهروا أي تعاطف أو اهتمام لسرقة المتاحف اللي صارت بأوروبا. ومشان أزيدكم من الشعر بيت، واحدة من الأشياء اللي انسرقت من متحف كود بالنرويج حاليا معروضة بواحد من المطارات الدولية بشنغهاي. الشرطة النرويجية حاولوا يتابعوا الموضوع، ولكن سلطات على مستوى أعلى من الشرطة بالنرويج على حسب كلامهم ما حبوا أنهم يهينوا الصين باتهامات ولا يعملوا مشاكل دولية معهم، فسكروا على الموضوع. الآن مشان تعرفوا، إذا الحكومة الصينية مشاركة بهيك إشي، فمشاركتهم راح تكون من خلال مجموعة بوليس صينية، الشركة اللي بتديرها الحكومة الصينية، واللي بلشت كفرع لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولكنها تطورت كثير ووصلت لمرحلة إنها تكون مسؤولة عن نظام الصواريخ والأسلحة الأمنية، ومشاريعهم امتدت للتجارة العالمية وشراء العقارات بالعالم وبيع وشراء الآثار والفنون، وهم المسؤولين عن ثالث أكبر مزاد علني بالعالم. لنيويورك تايمز كتبوا عن هذا المبنى الغريب بالصين، وقالوا غريب إنه بالطابق الثالث من مجمع بولي تقدر تشتري لوحة فنية، وبالطابق 27 تقدر تشتري نظام صواريخ. مجموعة بولي اليوم أعلنوا إنه ممتلكاتهم تقدر ب 140 مليار دولار، وهذا رقم مرعب للي ما بيعرف، لأنه ضعف الناتج المحلي لدولة زي لوكسمبورغ. فهل بولي جروب هم المسؤولين عن السرقات اللي صارت بأوروبا؟ الله أعلم، أنا ماليش دخل. هم بيديروا شبكة معلومات عالمية لتحديد مواقع الأثار المفقودة واسترجاعها، وزي ما هم بيحكوا مش أنا، هاي آثار صينية انسرقت بطريقة غير قانونية من قوى أوروبية. مجموعة بولي ما كشفت كثير معلومات عن برنامجهم لاستعادة الأثار، وكثير انطلب منهم توضيح منهجيتهم وكيف رح يرجعوا الأثار، بس ما عمرهم وضحوا. ولكنهم نفوا بشكل علني أي تورط إلهم بموضوع سرقات متاحف أوروبا، وقالوا إحنا ملناش دخل، وأي اتهام لإلنا إنه إحنا اللي عملناها عبارة عن هراء. قالوا إنه ما في أي دليل يؤكد إنه في قوة كبيرة واقفة وراء هدول الحرامية، ودافعوا عن حالهم بإنه مش كل الأشياء اللي انسرقت من باريس كانت صينية. قالوا لهم هاي كان في قطعة تايلندية من ضمن المسروقات، ليش ما اتهمتوا تايلند بالموضوع؟ وليش الصين تسرق إشي مش إلها؟ بالنهاية خليني أحكي لكم إنه عمليات السطو اللي صارت غامضة جدا، ولغاية الآن قدام العالم كله ما في متهم حقيقي قدروا انهم يثبتوا عليه التهمة. السؤال برأيكم، كيف ممكن تصير كل عمليات السطو هاي بمناطق متقدمة من ناحية التكنولوجيا والأمن وما يقدروا يعرفوا مين؟ ولا فكركم عرفوا مين بس ما إلهم عين يحكوا بالموضوع، تعلم عليهم والأشياء اللي انسرقت بالأصل مش إلهم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، وللي عم بيشوفوني لأول مرة لا تنسوا تشتركوا بالقناة. أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض، واللي بيحبوا الأشياء الغامضة احضروا قصة هاي المرة وشوفوا كيف مات زوجها وشو اللي اكتشفوه بعد مدة من موته. السلام، وبشوفكم فيديو جديد.